النهارده زي السنه اللي جايه. محمول افضل في الملل ده طول عمري. يا حبيبتي قولي ريحيني. في واحد تاني هيطلبني منك. واحد؟ ايه ده؟ انت بتعرفي واحد؟ ايه اللي بسمعه ده؟ مين ده اللي بينكم؟ يا ماما حضرتك تعرفيه كويس. هو كان عايز يطلبني من زمان، بس فضل انه يستنى لحد ما يخلص دراسته في الجامعه. مين ده؟ علي. علي مين؟ علي سيد الأماه، كان بيجي يلعب معايا وانا صغير. ايه اللي بتقوليه ده؟ الواد ابو جلابيه قريب متولى فندي؟ معقول ده؟ ومش معقول ليه بس يا ماما؟ ده شاب كويس قوي، مؤدب وذكي، فاضله سنه واحده بيتخرج مهندس زراعي. انت هتجننيني؟ في بنت من عيله تتجوز راجل اخوه قسطه نجار وابوه فلاح؟ انت هتجيب لنا العار، انت عايزه تموتيني. يا ماما ده انت نفسك بتحبيه قوي وبتقولي عليه شاب كويس قوي مؤدب، ويا ما ساعدتيه. اه كوني اساعده واعطف عليه علشان يتيم حاجه، لكن كوني اناسبه بقى دي حاجه تانية. لكن ده اللي انا بحبه ومش هوافق اتجوز حد غيره. اخرسي هتقل فارق، احنا عندنا بنات تحب وتعشق، ده انا كنت اقطم رقبتك. لكن يا ماما. ولا كلمه. هتتجوزي عباس ابن صالح بيه ورجلك فوق رقبتك، يظهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا نازله اقعد دلوقتي مع الضيوف، بعد 5 دقايق بالكتير تكوني تحت.
وتقابليهم كويس، فاهمة؟ ومش عايزة تقابلني دلوقتي ليه؟ عندها ضيوف، صالح بيه عمدة بلدكم وابنه. العمدة وابنه؟ وجايين ليه؟ ما دفعنا لهم ثمن الكماء وخلاص. لا، النبايا دي جايين يخطبوا ست دنيا. دنيا؟ لمين؟ لعباس ابن اياد. ايوه، عن اذنك بقى اما ادخل لا يعوزوا حاجه. اهلا بعروستنا الحلوه، ما شاء الله. سلمي على عباس افندي يا دنيا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ما تقعد يا عباس. ها؟ ايوه. صالح بيه الفرماوي عمدة كفر سندس البلد اللي جنبنا. شرفنا. وعباس افندي ابنه. شرفنا. انا اللي اتشرفت جدا جدا جدا. ميرسي. يا سلام على الادب والكمال ونعمة التربية. شكرا قوي يا عم. انا ليا 3 سنين بدور لعباس على عروسة تليق بمقامه ومقام العيلة. حكم عيلة زمك دي عيلة كبيرة ما تتخيرش عن عيلتكم طبعا. 3 سنين بحث وتقصي ما لقيتش عيلة بلد دماغي غير عيلتكم. شكرا. بابا البي قال لي ان المدمزيل اتعلمت في مدارس فرنساوي. ايوه. على كده بقى تعرفي فرنساوي كويس. جدا. البكالوريا بتاعتي فرنسية. ما تتكلم معاها بالفرنساوي. ها؟ يعني اصل الفرنساوي اللي خدناه الثانوي بسيط، لكن اعرف انجليزي. تحبوا تشربوا الشاي هنا ولا في الجنينه؟ خلينا هنا احسن. متولى فندي عايز يكلم حضرتك. عايز يكلم. بيقول ابصر عايز يشتري اهل الزراعه. ده وقت وده ودي بيجي بعدين. حاضر. مدام والدها موافق على الجواز، مستني ما تتجوزها ببساطة كده. انت ناسي ان ماما مش موافقة؟ ما قلتليش بقى ان ماما مش موافقة. الواحد مخه اتلخبط من كتر معارضتها. طب وماما تعارض ليه؟ وردة انسانة كويسة وابوها على كلامك راجل طيب. علشان فقر يا سيدي، مستواهم اقل من مستوانا. لا، لو مستواهم الاخلاقي كان اقل من مستواكم كان يبقى لحق تعارض، لكن عشان فقرة ده مش سبب. الفقر مش عيب يا رشا. لكن عند ماما عيب. معقول ده كنت فاكرها؟ طب ما هي فقير واتجوزت احمد بيه، لو كان عيب ما كانش اتجوزها. يا ريتك تيجي تقولها الكلمتين دول علشان تقتنع. لا، الكلمتين دول بالتحديد ما اقدرش اقولهم انا، لانهم جارحين وهي في مكانة والدتي بالظبط، لكن مستعد اناقشها في الموضوع. يا ريت. هي هتزورك امتى؟ يوم الجمعة. بقى انت لو مكان نشأت ترضى تتجوز واحدة ابوها صياد سمك؟ مادام عجباني واخلاقها كويسة وابوها راجل شريف يبقى ايه المال؟ انت لسه صغير ما عندكش خبرة بالحياة ومتأثر بكلام الروايات اللي بتقراها. يا ماما امينة صيد السمك عمل شريف، الانبياء والرسل كانوا بيرعوا غنم، محدش قال ابدا ان مهنتهم قللت من قيمتهم. دول انبياء، يعني حاجه تانية غير ابو ورده اللي بيحبها لي سنشأت. يعني لو كان والد ورده ده مثلا باشا ولا مليونير من اللي جمعوا ثرواتهم بطرق غير مشروعه واساليب ما يرضاش عنها ربنا، كنت وافقت تتجوزيها؟ هو يعني يا كده يا كده ما عندكش وسط ابدا في موضوع الشرف ده؟ حاجه من اتنين، يا شرف يا قله شرف. اما مساله الغنى والفقر دي حاجه بقى بتاعت ربنا، ياما أغنياء وفقروا وياما فقراء واغتنوا، ده شأن ربنا سبحانه وتعالى. نشأت عارف ينقي المحامل يترفع عنه تماما. عايز أسألك سؤال يا ماما أمينة، لو ليا أخت وعجبت نشأت وحب اتجوزها كنت ترفضي؟ يا ريت يا حبيبي كان ليك أخت كنت أجوزها له من بكرة. طب اشمعنى أنا بقى مع إن أنا فقير؟
انت فقير؟ انت بتخزي العين ولا ايه؟ لا ابدا، انا بقول الحقيقه، انا فقير وعيلتي افقر من عيله ورده، ولولا الشخصيه الكريمه اللي بتصرف على تعليمي كان زمان لحد دلوقتي صبي نجار في كفر سندس. يا ماما انت ذات نفسك طول عمرك فقيره ومع ذلك محترمه، اشمعنى ورده هي اللي مش محترمه في نظرك؟ ايه الحكايه يا اولاد، انتوا عاملين لي كمين ولا ايه؟ يا ماما امينه نشأت بيحب ورده وهي بتحبه، ساعدته في انه يتجوزها، وافق بقى عشان نشأ وعشان خاطري. اقول لكم ايه؟ اعملوا اللي انتوا عايزينه. مال عباس يا فندم، وحش ده ابن ناس وهيعيشك العيشه اللي انت اتعودت عليها. وهو علي مش ابن ناس، ولا الناس هم اللي معاهم فلوس وارض؟ انا مش عايزه اسمع اسم علي في البيت ده بقى. خلاص يا ماما خلاص، مش هنطق اسم علي بعد كده تاني ابدا، ادام ده اللي انت عايزاه. دنيا دنيا حبيبتي، انت عارفه انا قد ايه بحبك وبخاف عليك، واللي بعمله ده يا ماما علشان مصلحتك، وبكره هتعرفي. صالح بيه زمانه جاي علشان نرد عليه، هقول له انك موافقه. ولا يفتحها ولا يفتحها. ايوه ايوه حسن افند، رويته الحوض الشرقي. ايوه هي في فرما جاتش النهارده، شايف 12 راجل بس. ما هو سعداوي يوزي الباقيين ما يجوش العزبه بقى كده، ولاد عمه ونسايبه وهو كبيرهم بيسمعوا كلامه يتفلقوا. هي ايه اللي تنفر؟ المهم اختك عملت ايه يا فتاح؟ لما التقاها ترفع عليه قضيه نفقه في المحكمه الشرعيه عن دغري رضها كده. طب مبروك. الله يبارك فيك يا حسن افندي، بس ياك يتوب بقى ويمشي مستقيم ويشتغل. فتاح شد حيلك معايا يا فتاح، انا معتمد على الله عليك، فاهم؟ كله على الله يا حسن افندي. خير ان شاء الله يا ست هاني، ايه راي ست العرايس؟ الحقيقه البنت في الاول ما كانتش موافقه. ليه؟ هو لا سمح الله عباس وحش؟ لا يعني مش حكايه وحش ولا حلو. امال ايه؟ ده احنا عائلتنا اكبر عيله في البلد. اسالي حضرتك على اسم عيله زومك تلاقيها زي جنيه الدهب، يعني سمعه واصل ومال وكل حاجه. كل ده مفهوم يا عمده، ما حدش قال حاجه، بس يعني البنت كانت تتمنى انها تتجوز دكتور، مهندس، محامي كبير، موظف في السلك السياسي. ايوه بس يعني هو الدكتور ولا السياسي ده اللي بتقول عليه هيعيش احسن مني؟ انا بقول لك يعني اللي كانت بتتمناه البنت، علشان كده كان صعب عليا ان انا اقنعها بابنك. يعني ما وافقتش؟ لا يعني فضلت وراها لحد ما وافقت كده. الحمد لله، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. قولي حضرتك بقى كل طلباتك وانا علي التنفيذ. طبعا لازم شبكه محترمه. طبعا ليك عليا اجيب لها شبكه، جوزين اساور ذهب بندقي بالالماس ولا ايه؟ طبعا كويس، بس كمان لازم خاتم سوليتير. من عيني اجيب لها خاتم اسمه ايه؟ سوليتير. على كل حال ما تضحكوني معانا واحنا بنشتري الشبكه، ابقوا لي الصايغ عليه. نتكلم بقى في المهر. مهر ايه يا عم؟ مهر العروسه طبعا استهان. لا 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 خلي المهر ده لبعدين. ليه بس استهان؟ احنا كنا عاوزين نخليها شبكه وكد كتاب ودخل في ليله واحده. لا مش ممكن، معقول ده؟ ليه لا؟ لا لازم يبقى في فتره خطوبه سنه على الاقل. خطوبه سنه؟ طبعا، علشان لازم نديهم فرصه يعرفوا بعض يدرسوا بعض. طب يدرسوا بعض على مهلهم بعد الجواز؟ لا 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 لا، فتره الخطوبه دي مهمه جدا، وانا ودنيا مصممين عليها. انا بس عاوز افهم هيدرسوا في بعض ايه؟ كل حاجه، تفكير بعض، اخلاق بعض، يتاكدوا ان ذوقهم واحد، ميولهم واحده. وهي الحاجات دي تتعرف قبل الدخله؟ ما تتعبش نفسك يا عمده، لان فتره الخطوبه دي مهمه جدا، لان ده جواز مش لعبه. طب ما نخليهم 3-4 اشهر كفايه؟ لازم سنه. سنه كده لا نقض ولا ابرام؟ لازم. هقول لك ايه؟ ايه اللي تشوفيه؟ أنا لا عايزة زفة ولا فرح ولا أي حاجة، كل اللي بطلبه منك حاجة واحدة بس. إيه هي؟
نفرح أبويا ونعمل كتب الكتاب عنده. طبيعي كتب الكتاب لازم يكون في بيته وحضوره. صحيح يا نشأت. إلا صحيح، ودي عايزة كلامك. تشكرها قوي قوي يا حبيبي. الله، انت بتعيطي من فرحتي؟ اصل ما كنتش متصوره انك هترضى اننا نكتب الكتاب هناك. وما رضاش ليه؟ علشان يعني البيت مش قد المقام. و ممكن تبطلي بقى حكايه مش قد المقام دي؟ تفتكر والدتك هترضى تيجي عندنا؟ طبعا دي لازم تيجي، وعمي احمد دي لازم يجي هو كمان. وعلى فكره بقى، انا محضر مفاجاه لوالدك. ايه هي؟ انا رحت لاكبر دكتور في الامراض الصدريه في مصر، وحكيت له عن مرض عمك لاني، وشرحت له الاعراض بالتفصيل. طلع ان اللي عنده شويه ربو. تمام، الدكاتره هناك قالوا كده، لكن ما قالوش ان في حاجه تضيع الازمه لما تجيله. دواء جديد؟ جهاز صغير في ماده لما يبخها بقه الازمه تروح فورا. يا ريت. ويا ريت ليه؟ الجهاز موجود عندي في البيت، وإن شاء الله عمك لاني هيبقى عالي العال ويقدر يشتغل كمان. أنا زي ما أكون بحلم. بقولك إيه، اعملي حسابك الخميس الجاي هنكتب الكتاب هناك ونطلع على بيتنا طوالي. إزايك يا أبا؟ الحمد لله. خليهم يتفضل. حاضر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. إزيك يا عم؟ عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. خليك زي ما أنت، مش عايزين نتعبك. أنا مش تعبان، أنا لما شفتكم خفيت، الروح ردت فيا. والدتي. أهلا وسهلا. عمي أحمد بيه فهم المحامي. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا. أعملي شاي يا وردة. حاضر. لا شاي ولا قهوة، إحنا هنشرب شربات. نجيبوا شربات. الشربات جايبينه معانا. شوف يا عم كلاني، احنا جايين نكتب كتاب وردة بنتك على ابننا نشأت ونرجع مصر طوالي. وكلفتوا خاطركم وجيتوا لحد هنا؟ طبعا يا عمي، كل حاجة لازم تتم في حضورك. ربنا يا ابني يكبر بخاطركم. احنا فوتنا على المأذون وزمانه جاي على هنا على طول. ان كان ليك طلبات قول. طلبات؟ طلبات ايه؟ انا ماليش طلبات. أنا فرحان، أنا مش عارف نعمله إيه. افتح بقك يا عم، افتح بقك، افتح بقك، ما تخافش ما تخافش. إيه ده؟ الأزمة راحت. الجهاز ده هدية مني ليك يا عم. السلام عليكم. اوعى يا واد اوعى. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا نشا، ربنا يوفقك يا ولاد. التهانينا القلبية للعروسين أحمد فهمي. زواج سعيد وعمر مدين وعقبال علي الأمان. حضرتك سامع فندي نور الدين والد نبيل نور الدين؟ ايوه. انا معايا امر بتفتيش الشقة. وفي ايه بالظبط؟
مش حضرتك تفهمني؟ ماما انا لاش حد. ابنك نبيل هرب من الاصلاحيه من يومين وافتكرت انه ممكن يكون لجأ لك. لا ابدا انا ما شفتوش من سنين. طيب لو جالك او عرفت عنه اي معلومات اتصل بينا فورا، من مصلحته انه يسلم نفسه. كان لازم يعمل خاتم السلاطين، ما كان كفايه الجوزان التعبيه. انت مش كنت متفق معاهم على الخاتم قبل ما نشتري الشبكه؟ ما كنتش اعرف ان الخاتم السلاطين ب 1000 جنيه. انا كنت فاكره بحسب 70 80 100، لكن 1000 ليه؟ ده الجوزان التعبين الذهب البندقي ب 400، يبقى حته خاتم ابيض بفص اصغر من حموصه يبقى بألف. بلاش الكلام ده، بلبيهن قال قصاد حد لا تبقى عيبه في وشنا. ده انا حطاق ابن جنابي. مع ان ما كانش باين عليك الزعل وانت عند السايغ. كنت عاوز نعمل ايه؟ الطم على الزاغي ولا اقول الهرم ده غالي عشان تقول علينا فلاحين ما بنفهمش في السلطات؟ على كل حال مش خساره في 400 فدان يا بلبيه. بس اياك تصح مع العروسه، حكم دول ناس محدكينها قوي، لازم تفهمه مش عارف ايه وايه وايه. طب ده انا عشت مع امك وخلفتك وعاشت معايا قد ما عاشت وما فهمناش بعض، هو في ايه يتفهم بين الراجل والست؟ هما الزواج كده يا بلبي. طب احنا الزواج يا ولد، ولا انت ناسي ابوك بيت درجه تانية؟ ايه ودي حاجه تتنسي؟ اعمل حسابك تاكل عقد البيت، عاوزك تخليها تستعجل امها على الجواز. يا سلام يا بلبي، زي ما تكون عارف الرسمه اللي في دماغي. ست دنيا، بس عباس بيه وصل. ايه ده؟ هو هيجي كل يوم ولا ايه؟ ايه؟ في واحده تكره ان عريسها يجي لها كل يوم؟ دمه تقيل قوي يا دادا. معلش، بكره العشره تخفف دمه وتبقي مش طايقه يبعد عني. ده جايب لك فطير مشلت من اللي قلبك يحبه. خد انت الفطير، انا مش بحبه. ولا هي يسعدك ويهنيك. اقول لسا عباس بيه يجي بقى؟ قولي له. من عيني. صباح الخير يا اجمل واحده في الدنيا. صباح الخير. بتقري ايه؟ كتاب لاندري مروا. ابو عمدي؟ اندري مروا يعجبك؟ ولا عندي فكره عنه. ما العيش في الدنيا تعمل ايه؟ مش لازم تقرا افكار الادباء والفلاسفه والمفكرين عشان تعرف الحياه والهدف منها وايه الصح من الغلط؟ ما انا قريت كتير زمان. لمين؟ للمنفلاطي وال والناس كتير ما انا مش فاكر اساميهم. اسمعي، انا جبت لك النهارده شويه مشلتت استعملوا بقك. ميرسي. الف المسعود واديته لها عشان تاكله هي، انا ما باكلوش. ليه؟ ده انت لو تاكلي منه تربربي وتتدوري وتبقي حاجه تانيه. ادخن يعني؟ وهي شويه صغير. هو ده كل اللي يهمك؟ ان جسمي يدخن وابقى زي البقره؟ الله الله الله، انت زعلت ولا ايه؟ طبعا ازعل لما الاقي خطيبي مهتم بالاكل والحاجات دي. ما كل الناس كده. لا، الناس الرقيقين بقى مش كده. الانسان بياكل عشان يعيش، يحس بالحياه وبجمالها. الحيوانات بس هي اللي عايشه عشان تاكل. خلاص، ما عادش اجيب لك اي حاجه تتاكل. قول لي يا عباس. نعم. هروح فين في شهر العسل؟ نروح بيتنا. في كفر سندس؟ اعوذ بالله. امال تحب تروحي فين؟ يعني فاكرك هتقولي نروح باريس؟ ها؟ فين؟ باريس. فرنسا يعني. فرنسا. كل الزواج بيقضوا شهر العسل اما في فرنسا او سويسرا او النمسا. خلاص، زي ما يعجبك. نروح فرنسا بس نخلص ونتجوز، كفايه خطوبه لحد كده. واحنا لسه فهمنا بعض. انا امكان عليا يعني انا فاهمك. لازم انا كمان افهمك. عايزه تفهمي في ايه وانا اقول لك دغري؟ ما ينفعش، لازم افهمك بطريقتي انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا علي.
ارجو اني ما كنتش عطلتك. بالعكس، انا اللي محدد لك معادي المقابله. اتفضل. انا رحت الكليه النهارده ولقيت اسمي في كشف الناجحين. كده مبروك يا علي. الله يبارك فيك، انت شاب مجتهد وتستاهل كل خير. متشكر. على كده انت فاضل لك سنه وتتخرج ان شاء الله. انا واثق ان خبر نجاحك ده هيسعد ولي امرك جدا جدا. مش هتريحني بقى وتقول لي هو مين؟ نفسي اشوفه واشكره. يا سيدي كان على الشكر، انا اشكره نيابه عنك. وليه ما اشكروش بنفسي؟ ليه تخبي شخصيته عني؟ تاكد يا علي، لو في استطاعتي كنت قلت لك مين الشخصيه اللي بترعاك دي. لكن غصب عني، ده شرط لاستمرار مساعدتك، والجدل في الموضوع ده مش هيفيد. ما قلتليش انت هتقضي الاجازه فين؟ ناوي على اسكندريه؟ ناوي على البلد. اخويا وحشني. طيب خد ال100 جنيه دول علشان تصرف منهم في الاجازه. متشكر. بس اذا رحت حته تانية غير البلد او حتى رجعت القاهره تبقى تديني خبر. حاضر. وناوي على السفر امتى؟ بكره باذن الله. متولي يا فندي فين؟ انا لما اطلب حد لازم يجيلي على طول. ايوه يا ست هان. طبعا يا ست هان، متولي فندي تعبان. تعبان يعني ايه؟ اني اصلي بعت له نفر من اللي بيشتغلوا في العزبه هنا ديه من دار، قلت اه تعبان عنده سخونه. عيان يعني؟ ايوه يا ست هان، اصله غلبان وحداني وما عندوش حد يخدمه ولا حتى يسقيه كوبايه المي. ليه هو ما عندوش اولاد؟ ابدا يا ست هان، مراته اتخطفت في عز شبابها وما كانتش بتخلف. ما اتجوزش تاني ليه؟ اصله كان بيعز المرحومه قوي وما رضيش يتجوز بعديها ابدا. اني عمري ما شفت راجل مخلص زي متولى فندي ده. يا سلام. انت كده متولي مخلص لمراته؟ امال يا ست هاني، متولى فندي دي حاجه تانيه، مش زي الرجاله التانيه الملاوعه وصوابعك مش زي بعضيها. طب يا مسعوده، بعد ما تخلصي الغدا روحي له وودي له اكل وشوفي اذا كان عايز حاجه. الهي ربنا يسترك ويعدلها لك باللي يسر قلبك وخاطرك يا طيبه يا حنينه. هو مين ده اللي يسر قلبي يا مسعوده؟ ايه يا ستي؟ العريس طبعا. ألاش عندكم بيض نعام؟ مين؟ علي؟ اهلا يا علي، اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. ازيك يا سنية؟ الحمد لله. وازاي حسن؟ الحمد لله كويس، عاش من شافك. امال فين حسن؟ جوه بيغير هدومه. اتفضل يا اخويا، اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتنا يا اخويا. اتفضل اتفضل. حسن تعالى يا حسن، شوف مين جالى النهارده يا حسن. مين؟ علي. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا علي. ازيك يا علي يا اخويا؟ وحشني قوي 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 كده برضو يا علي. من سنه للسنه يا راجل. غصب عني، الدراسه واخده كل وقتي. ولا يهمك، احكي لي عن احوالك وعن مصر وعن الجامعه. الحمد لله نجحت. نجحت، الف مبروك يا اخويا. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. مبروك، ألف مبروك يا باشمهندس. لا لا، لسه بدري على باشمهندس دي. إيه بقى كل السنين دي ولسه بدري؟ لسه قدامي سنة. ولا يهمك يا علوة، تعدي إن شاء الله زي ما عادوا اللي قبليها. أيوة، وإنتوا إيه أخباركم بقى؟ إحنا الحمد لله أهو بنتاجر في البيت، وأنا بساعد عم متولى فندي في العزبة، والحال ماشي وهي الترزق والحمد لله. أنا حاسبكم وأروح الدكان أحسن سايباها لوحديها. مع السلامة. قولي لسه برضه في شقه الجيزه؟ اي، ولسه برضه ما اعرفش مين اللي بيصرف عليا. اها، جرى لك ايه يا علي يا اخويا؟ لسه ما بتعرفش مين اللي بيصرف عليك؟ قوت القلوب هانم، ربنا خليها لنا وما يحرمناش منها ابدا ويطول لنا في عمرها. هو في غيرها؟ عارف طبعا انها هي، بس ما كنتش احب انها تخبي نفسها عني. كان نفسي اشكرها بصراحه وبوضوح، اقول لها ان تحت امرها وفي خدمتها في اي وقت. تقدر تقول لها كل ده من غير ما تحسسها انك عارف سرها؟ فعلا، ان شاء الله بكره اروح ازورها. علي افندي مين؟ علي افندي القماح، اخو الاسطى حسن النجار. اه، وجيه. طب خليه يدخل. ها
الحر. اتفضل. صباح الخير يا هاني. صباح الخير. انت علي؟ اوام نسيتني الهاني؟ ما شاء الله ده انت بقيت راجل. دي سنة الحياة يا هاني. اقعد يا علي خد معايا فنجان شاي. مسعودة هاتي فنجان شاي لعلي افندي. عامله حساب يا ست هاني. متشكر. انت خلصت دراسة ولا لسه؟ فاضل لي سنة على التخرج. انت قلت لي انك بتدرس في كلية الزراعة يا فندم. زراعة. والفضل طبعا يرجع لحضرتك. ليجي انا؟ طبعا لولا تشجيع حضرتك ومساعدتك ليا من ايام ما كنت عيل صغير كان زماني لسه بشتغل نجار مع اخويا حسن وما اتعلمتش. ده فضل عمر ما هنساه ابدا. فكرتني بالايام اللي كنت بتيجي فيها هنا وبتلعب مع دنيا. فاكر يا علي؟ وهي دي ايام تتنسي يا هاني؟ قولي انت بقالك قد ايه ما شفتش دنيا؟ من زمان قوي. تحب تشوفها؟ يا ريت. انا اتمنى. هي موجوده؟ بص على السلم. تعالي عودي يا دوري. والأنسة دنيا في كلية ايه؟ ليه انت ما تعرفش؟ لا ما انا هعرف منين؟ صحيح ما انت ما شفتهاش من زمان. دنيا اخدت البكالوريا الفرنساوي وهتقعد في البلد هنا. برافو برافو. الدراسة الفرنساوي صعبة قوي مش كده؟ انت قلت لي انك طالب في كلية الزراعة مش كده؟ ايوه فندم. وهتتخرج وتبقى مهندس امتى؟ فاضل لي سنة واحدة. برافو. وبعد السنة دي؟ بعدها ايه يا هاني؟ بعدها ابقى مهندس. وبعدين؟ بس خلاص اشتغل مهندس زراعة. تتوظف يعني؟ ايوه. ومرتب الوظيفة دي قد ايه؟ 12 جنيه بس. هو مرتب مش كبير صحيح لكن كافي، وطبعا مع الزمن بيزيد المرتب. بس يعني لو حبيت تتجوز ويبقى لك أسرة، ال 12 جنيه دول مش هيجيبوا فستان لمراتك. والله في بيوت كتيرة مفتوحة بمبالغ أقل من 12 جنيه. فعلا، بس أنا يعني بتكلم على بيوت العائلات الكبيرة. يعني أنا بقول مثلا لو حبيت تتجوز بنت من عيلة كبيرة تعودها على الفسح والعز والفساتين، مش ممكن 12 جنيه دول يكفوه؟ والله ده توقف على اللي هتجوزها. اذا كان قلبها عليا متفاهمة هتعيش في حدود مرتبي. والتفاهم ماله ومال المصاريف؟ دي واحدة اتعودت على كده، مش ممكن تعيش في مستوى اقل. والله يا هانم مش بايدي ولا بايد اي حد ان يكون مرتب المهندس الجديد اكتر من كده. على كل حال في بنات كويسين كتير يرضوا بكده. بالمناسبة انت تعرف صالح بيه العمدة؟ طبعا عارف. وتعرف ابنه عباس افندي؟ عباس؟ ايوه عارف. ايه رأيك فيه؟ من ناحية ايه؟ وايه؟ متولى فندي. ايه مسعودة؟ مساء الخير. مساء الخير عليك يا مسعودة. لا والله فيك الخير، لولاكي ما كانش حد سأل فيه. يا سلام، ده كلام تقوله برضو يا متولى فندي؟ ده انت خيرنا وبركتنا والكل يعزك. ربنا يكرمك يا مسعودة. هي اجيب لك الاكل عندك ولا تقدر تنزل تاكل؟ اكل ايه؟ فرخة وملوخية ورز ومحلبية. الله 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 الله. ومنين ده كله؟ من عند الهانم. الهانم هي اللي بعتت الاكل ده كله؟ طبعا، ده انت ليك عندها معزة.
ما تتوصفش. عند الهانم؟ ايوه. امال ايه؟ عجيبه. امال المعزاتي ما بانتش قبل كده ليه؟ اقعدي اقعدي. اصل الهانم عصبيه وحمائيه، ما تحبش تبين حاجه، لكن الحقيقي قلبها ابيض زي اللبن الحليب. دي ساعه ما عرفت انك بعافيه قالت لي لازم تودي له الغادم الاكل اللي باكل منه، وشوفي كل طلباته واساليه اذا كان عايز ايها حاجه قولي لي وانا اجيبها له من عينيه. الهانم؟ ايوه الهانم. امال الخيال هي؟ سبحان الله، انا في حلم ولا في عين؟ اسكت يا متولى فاني. مش الهانم كانت فاكراك متجوز وما عرفتش انك عازب الا النهارده؟ طب وايه يعني؟ ازاي بقى؟ دي لما عرفت كده صعبت عليها قوي، قالت ازاي متولى فندي يعيش عازب؟ مين تخدمه؟ مين تعمل له لقمته؟ مين تقعد به وهو عيان؟ ما تتصورش اتأثرت قد ايه؟ يا سلام، دي انت رجادي واكتر. دي قربت تعيط من كتر ما اتأثرت. كتر خيرها، اصيله برضه. الا اصيله، داني عمري ما شفت طبيتها على حد. ايوه ايوه، بس ساعات كده تسرجن كده وتسقط وتنطر ولا كمدان الطبيه. كل الطيبين كده يزعقوا ويتعصبوا وبعد شويه صغيرين ينزلوا على ما فيش. ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يستاهلها، ويرزقك ببنت الحلال اللي تسر قلبك وخاطرك. هاني؟ ايوه انت. الله يسامحك، انت يا وليا بتقلسي علي. ينقطع لساني؟ ده كلام تقوله برضه يا متولى فندي؟ انا بتكلم غاب. ودي معقوله الواحد بالسن ده يقول يلا حسن الختام؟ ايه له بالسن ده، انت في عز راجل ملوي هدومك والف بنت الفنان. اني؟ ايوه انت، انت مستقل بنفسك ولا ايه؟ ومين بقى هترضى بواحد في سن ده؟ كتير، بس انت شد حيلك كده وامتلك صحتك وتهيأ وهتشوف. ان ما كانت العرايس تترمى عليك ما بقاش انا مسعود. طب قفلي على السيره دي، قفلي. قال العرايس تترمى عليا، ده انا عايز تربه اندفن فيه. يعني شد حيلك كده امال، شد. لو شديت اكتر من كده يتقطع. على ما تتغدى اكون انا ايه غسلت لك المواعين. الله يسترها معاك ويخليهم لك. الله، انا اتجوز. قال خد الدواء يا حبيبتي عشان تفوقي. افوق؟ ياريتني اموت احسن. بعد الشر عليك يا حبيبتي. ليه بتقولي كده؟ مش كفايه اكبرتي هتخد ابن عباس؟ كمان لازم تجرحي عيني. انا كنت اتصور انك قاسيه بالدرجات. بالعكس، ده انا قلبي عليه. أنا حبيت أنبهه للحقيقة اللي مش عامل لها حساب. كل كلمة قلتها له كانت صح. كان لازم يفهم إن واحدة زيك يستحيل تكون لي. ليه؟ ليه يا ماما؟ هو إحنا منتين غردنته؟ ولا عشان ما عندوش أملاك؟ بالظبط كده. لأن اللي ما عندوش دايما يبص للي عنده. اللي ما عندوش تبقى عينه فارغة وعزلها في اللي عند غيره. سألين أنا. هاي مش كده أبدا، كلهم زي بعض. أنا عارفة إن صعب عليك تفهمي الكلام ده لأنك لسه صغيرة، لكن معلش بكرة لما تكبري تعرفي الدنيا على حقيقتها، هتعرفي إن كل اللي عملته ده كان علشان مصلحتي. يا بخت الأطرش. ايه في ايه؟ في ايه؟
المصايب نازله ترف على دماغنا وانت قاعد تغني ولا على بالك. مصايب؟ ولسه في مصايب تانية اكتر من اللي احنا فيها؟ طبعا احنا ورانا غير بيومي وعمايله. ايه الحكايه؟ حصل ايه؟ مفيش ولا واحد في السوق عايز يديني الشغل ويدخلني في موضوع ابدا. ازاي ده؟ انا فوز البحراوي اللي كان الكل بيترجاني ويتسلل عشان اوافق ان انا اعمل لهم شغلانه. انا بقيت اترجاهم دلوقتي عشان يديني شغل ما بيرضوش. قصدك تقول يعني ان بيومي هو اللي خلاهم يعملوا كده؟ هو في غيره؟ هو في غيره؟ سبقنا على الابواب وقفل علينا المواضيع. انا قلت لك قبل كده فوز بيين بلغ عنه، انت ما رضيتش، قلت لازم اقتله بايديا، كان زماننا خلصنا منه دلوقتي. عندك حق، غلطه غلطه ولازم تتصلح. اتصلحها ازاي بقى؟ برضه هو عايز تموته وتعرض نفسك للاعدام؟ لا لا، ده انا هنفذ فكرتك انت اهو كده. انا هكلم لك ابراهيم بيه مصطفى مفتش المباحث. بس اياك تغلط باي كلمه يعرف منها شخصيتك. لا لا ما تخافش. تخافش طم. الو، من فضلك اديني الامير لايب ابراهيم بيه مصطفى. انا الامير لايب ابراهيم مصطفى. تبلغ عن مين؟ علي صوتك شويه انا مش سامعك. بيوم ابو الروس فين؟ ايوه، انت متاكد ان ده العنوان؟ الدور الرابع. مين اللي بيتكلم؟ كلها كم ساعة ويتقبض على بيومي ونخلص منه للأبد. عايز أشوفه بعناية هما بيجروا على البوكس والحديد في إيديه. مش هتتغدى؟ غدا أنت. سبته يهرب؟ ما جريتش وراني ايه؟ ما ساعدش بقى على صوتك وقلت البوليس يمسكوه ليه؟ يا سلام على الدنيا اللي ما بتثبتش على حال واحد. مين كان يصدق ان الحال يتغير ويسامي نور الدين يوبخ فوز البحراوي ويقول له ايه الصح وايه الغلط؟ يا سلام دنيا. يا اخي اشمعنى انت؟ ما كلهم زيك. معلش يا فوز بيهم، اعذرني ما تزعلش مني. صح، حاجه تغيظ. بيوم اللي دخلنا السجن وحاربنا في اكل عيشنا، يبقى قدام عينينا وتسيبه يهرب؟ انا ما قدرتش اعمل حاجه. ازاي بس؟ اولا ما تنساش ان المفروض البوليس ما يعرفش ان في اي علاقه بيننا وبين بيوم. وانت لو قلت للبوليس بيوم اهو امسكوه يبقى في علاقه؟ طبعا، ويبقى انا وانت اللي بلغنا عنه. ثم ليه الوطني هناك؟
وانا شرفني ان البوليس جاي يقبض على بيوم. افرض يعني افرض ان ده حصل فيها ايه دي بس؟ انا مش فاهم. ما تنساش ان احنا قبل كده انكرنا ان لينا علاقه ببيومي ده، فلو البوليس عارف ان احنا بنطرده وبنبلغ عنه مين يضمن لنا انه ما يفتحش ملفاته القديمه؟ ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية هو كان واقف بعيد وهرب بسرعه. ده انا لو كنت زعقت في التليفون البوليس ما كانش سمعني. طب قول العمل دلوقتي؟ لازم اعرف مين الراجل اللي قبض عليه البوليس ده، وايه علاقته ببيومي، وهيبلغ عنه ولا لا. انا واعرف ده كله بعد كده نفكر نعمل ايه. طب وال الحاجات دي كلها هنعرفها ازاي؟ لا مش مهم، تحملش هم، دي حاجات سهله. ازاي بس؟ ما تنساش انا لسه ليا حبايب ويحبوا يخدموني. يا سلايه، انت فين يا حسن؟ امال مين اللي بينادي عليك؟ صباح الخير. يا صباح النور يا سونسون يا جميل. بقولك ايه، حضر لنا افطار كده يفتح النفس عشان الباشمهندس يفطر معانا. ما الباشمهندس ما خارج. خرج بدري كده؟ خرج راح فين؟ انا عارفه، انا قمت من الصبح لقيته خارج. غريبة، اوعى يكون سافر من غير ما يقول لنا. يسافر ايه؟ هو لحق يقعد؟ ما هو بص في اوضته. اطمن، شنطته جوه. اما دي حكاية، للساعة لسه ما جاتش 7، هيكون راح في ايه؟ خالة مسعودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ سعالة فندي؟ صباح الخير. صباح النور. ايه اللي موقفك سعادي هنا؟ مستنيكي. مستنيناني؟ ليه؟ خير؟ كنت عايز اسالك عن دنيا، ازاي صحتها دلوقتي؟ الحمد لله بقت احسن. الست الهانم كلمت حكيم باش المستشفى في التلفون وجي كشف عليها وكتب لها دواء. الحمد لله الحمد لله. الله فيك الخير يا سعادة فندي، ما هنتش عليك العشره وبتسال. كتر خيرك خاله مسعودة، مع السلامه. مالك يا ابني، في حاجه؟ لا مفيش. معلش، دي اسمه ونصيب. ايه؟ ما تتخدش قوي كده، ماني عارفه كل حاجه. هي الدنيا قالت لك؟ لا بس انا سمعت كل حاجه بودان. البنايه رايدك انت، لكن الست الهانم بتدور على الحسب والنسب، وهي اللي غصبتها على عباس. تشكر خاله مسعودة، بيسلمي لي على دنيا. ما تزعلش قوي كده يا ابني. ازاي ما ازعلش؟ يا ريت اقدر. مش عارف ازاي ما متش لما سمعت الخبر. ان شاء الله عدوك هو اللي طق يموت. ما تحملش هم يا سعالة فندي يا ابني، انا شايفه كده ان دنيا ملهاش غرض لعباس، ومصيرها تفركش الموضوع. تفتكري تقدر؟ ما تقدرش ليه؟ كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. يا ريت يا خاله مسعودة، يا ريت. بكره تشوف بعينيك وتقول خاله مسعودة قالتها. بس بكره ده هيجي امتى؟ كل آت قريب يا ابني. ربنا يسمع منك يا خاله مسعودة. اسمع، يبقى تعالى المغرب نواحي سرايا الهانم. المغرب؟ ايوه، اصلها بتسك على نفسها المغرب واني بروح داري، وعشان واني مروحه اقول لك اخبار ست دوني. يا ريت. الحمد لله. يا سلام، صحيح ما فيش احسن من الصحه. يا سلام، الظهر الفراخ بتاع الهانم عملت مفعول اكتر من مفعول الادويه. بس يا ترى الهانم هتفضل تبعت لي فراخ على طول ولا هتبطل لما تعرف اني خفيت؟ ها، البيت عايز تنظيف زي ما مسعوده جايه عشان تنظفه، ليها حق. البيت من غير واحده ست يبقى زريبه. لكن مين اللي هترضى بيا؟ انت مستقل بروحك ولا ايه؟ اما كانت العرايس تترمى عليك ما بقاش انا مسعود. بس انت ملك صحتك كده وتهيأ. ليها حق. ما
مين اللي حترضى بيك؟ لازم تتهيأ. ياد يا حسين، تاخد البدله ياد وديها للمكوك عشان يكويها ويقيفها. رايحه فين يا مسعود؟ طلع عند ست دنيا اشوفها عايزه ايه. هي اللي طلبتك؟ ايوه استهان، اصلها تعبانه شويه. طيب خصماني على شمس عادي. قلت له استناكي بدري شويه يا دادا. ازاي بس يا ست دنيا وانا اقدر اسيب البيت قبل المغرب؟ اهو كنت تعملي نفسك بتجيبي اي حاجه من الجنينه وتقابليه. يفرق ايه العصر من المغرب؟ اصلي عايزه اشوف. شوفي ايه؟ ايوه يا دناي، بتحبيه قوي كده؟ مسكين، ماما قد جرحته وهو حساس قوي. هتشوفي فاي البلد كلها زي الحق، ولو حد شافكم سوا الكلام يكتر. لازم اشوفه، ساعديني يا دادا. طيب عايزاني اعمل ايه ولا اعمل؟ اسمعي. يا لهوي، ما بلاش يا ست دنيا. ما تخافيش يا دادا، انا عارفه انا بعمل ايه. طيب حاضر. انت لحقت تقلص من خطيبتك؟ فايه يعني لما تسألك شوية سؤالات دي؟ يابا البيئة قرطت عليا قوي، حرجتني. تعرف فرنساوي؟ بتقرا مين؟ تعرف اللي اسمه ابصر ايه دي؟ انت يا ولد ناسي ان هي وامي مطولين في الخطوبة عشان تفهموا بعض وتدرسوا بعض كويس. طب اديني طلعت لا اعرف لا فرنساوي ولا حتى المؤلف اللي كانت بتقراه. ها معنى كده بقى انها مش هتتجوزني؟ يا ابني يا حبيبي خليك حدي، دي مش زي بنت عبد الحفيظ ولا بنات الفلاحين، دي متعلمة أجنبي يعني متنورة ولها تفكير غير تفكيرنا احنا. جري خدها على قد عقلها. يا ابني يا حبيبي أقول لك خليك اتيكيت. ها ايه الحكاية يا باشمهندس؟ ده انا ما شفتكش النهارده خالص، رحت فين الصبح بدري؟ اصل حبيت اعمل شويه رياضه فطرت الصبح. تقوم تخرج كده على لحم بطنك؟ طب كنت تفطر الاول، ده حتى ما جاش على الغدا وبيقولوا انه اتغدى في البندر. اصل الرياضه ما تنفعش بالواحد واكل. غلط، مجهود من غير غذاء زي الاوتومبيل من غير بنزين، ما ينفعش. ايه ده؟ ايش 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 مسقعه باللحمه المفرومه؟ ده العز ده كله يا سنيه. ولا ليا بركه غير الباشمهندس. ايوه. بقول لك ايه يا سنيه، هات لنا بقى شويه طوش حامي جنب الاكل. من عيني. ربنا يخلي لنا الباشمهندس، هنتعشى على حسه. حضرتك كبس عليك النوم، ما تقومي ترتاحي على السرير شوي. عندك حق يا مسعودة، الحر دوخني. هي اتغدت؟ ايوه ستان. طيب انا طالعة فوق انا.
عملت فينا كده ليه؟ فاكره ان جوازي من عباس في ساعتي. تصور عباس؟ عباس من دون الناس اللي في الدنيا كلها؟ عباس اعمل ايه يا علي؟ اعمل ايه؟ ده من اول امبارح لحد النهارده يا دنيا بسال نفس السؤال ده، ما لقيتلوش جواب. انا يستحيل اتجوز الكلف ده، يستحيل يا علي. ان شاء الله اسيب البيت وامشي. وبعد ما تمشي تروحي فين يا دنيا؟ ده انت زيي مالكيش حد. نتجوز؟ مرضى عليكيش. انت اللي بترفض عشان بحبك. وترضى نتجوز عباس؟ لا طبعا، ده انا طول عمري بتمنى اللحظه اللي اكي فيها جنبي. لكن لكن ايه يا علي؟ ما اقدرش اتجوزك واحرمك من ثروه الهانم. انا ما يهمنيش ثروتها. كمان ما اقدرش اصرف عليكي لحد ما اتوظف واتخرج، يمكن كمان ما اقدرش اكمل تعليمي. ازاي؟ ده انت بتصرف كتير قوي، يعني تقدر؟ تهيالك. يعني ايه؟ في سر مضطر اكشفه لك يوضح لك موقفي. سر ايه؟ عارفه مين اللي بيصرف عليا طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ ماما روت. ايه؟ اعتقد ان دي حقيقه. احمد بيفهمي، المحامي بتاعها، عارف كل حاجه، وهو اللي بيتصل بيا وبيديني مصروفاتي شهر بشهر. انا مش مصدق الكلام اللي بسمعه ده. لا صدقي، هي دي الحقيقه. ماما قوت؟ ايوه، ولو خلفناها واتجوزنا لا هقدر اصرف عليكي ولا اصرف على نفسي، وهنعيش في هم وغم، يمكن ده يخلينا نكره بعض. ما شاء الله ما شاء الله، اخو النجار قاعد ويا خطيبتي.